شقوا بسيف الحق أكباد الظلام، ليسود نور العدل بين العالمين، بيد حديد أو قلوب لا تنام، في عين طفل لو رأت دمعا تلين، شقوا بسيف الحق أكباد الظلام، ليسود نور العدل بين العالمين، بيد حديد أو قلوب لا تنام، في عين طفل لو رأت دمعا تلين، أصحاب علم أو دعاة للسلام كانوا كتابا نهجه دنيا عديل، كانوا رجالا كالجبال وكلما هبت رياح الظلم يوما لا تميل، فلهم عزائم لا تلين وإنما تشتد عزما لو أتى المستحيل، كانوا رجالا كالجبال وكلما هبت رياح الظلم يوما لا تميل، فلهم عزائم لا تلين وإنما تشتد عزما لو أتى المستحيل. أدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت فين يا حسين؟ أنا سايب لك خبر على مكتبك من الصبح. طب رد التحية الأول. ده رب العزة في كتابه العزيز وبالتحديد في سورة النساء بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. يعني معنى كده إن إلقاء السلام سنة والرد فرض. طيب يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس تعال 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 اقعد اقعد يا شيخ، احسن انا عايزك في موضوع مهم قوي. طبعا دلوقتي انت هتتجنن عشان عايز تعرف الامام مسلم عمل ايه بعد ما خرج من نيسابور. قبل ما نتكلم عن الامام مسلم انا عايز اتناقش معاك بس من غير عصبية. يبقى ناوي تعيد اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. هو مش بالظبط كده. خلاص اتفضل اتكلم، قول عايز تقول ايه. دلوقتي رواة الأحاديث كلهم أجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تدوين الأحاديث. أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب أحاديثه، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أكتاب غير كتاب الله؟ فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. تحب بقى أكمل لك وأقول لك إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه بيقول: استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أكتب حديثه فأبى أن يأذن لي. يعني أنت عارف الأحاديث دي كلها؟ وعارف كمان الآيات اللي بيعتمد عليها منكر السنة. أيوة، في سورة الأعراف الآية 185: بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أولا زي ما في أحاديث بتنهى عن تدوين أو كتابة الأحاديث النبوية، في كمان أحاديث فيها أمر نبوي شريف بتدوين الأحاديث النبوية الشريفة. يعني فيه تناقض.
لا بقى، ده مش تناقض، لأن النهي عن كتابة الأحاديث وبعدين الإذن بكتابتها ما تمش ده كله في وقت واحد. يعني إيه؟ يعني في الأول وأثناء نزول القرآن الكريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي حاجة تانية غير القرآن، وبعد ما كتب القرآن واستقر في قلوب الصحابة أذن للناس في كتابة الأحاديث. ده بالإضافة إلى أن الناس في الوقت ده كانوا بيتمتعوا بقوة عجيبة على الحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول من شيء إلا ويحفظ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا معناه الأمر بتداول السنة. وبعدين يا أخ مرتضى، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وجمهور العلماء قالوا إن الكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة. وتأكيد للآية دي، فإن رب العزة يقول بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله. والمرة اللي فاتت قلت لك الآية اللي في سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هو ايه معنى كلمة حديث؟ هل القرآن لوحده ولا القرآن والسنة؟ يا مرتضى افهم، السنة شارحة ومفسرة وموضحة للقرآن. وبعدين علشان تعرف قيمة السنة لازم تعرف ان الامام ابن القيم احصى 34 مسألة مش موجودة في القرآن ووردت في السنة. زي ايه؟ يا مرتضى يا صديقي، المرة اللي فاتت قلت لك ان الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات. المرة دي بقى بقول لك فين في القرآن الكريم المسح على الخفين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أين هذا من القرآن يا مرتضى يا صديقي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر. صدق الله العظيم. والذكر هنا بمعنى الوحي، والوحي إما بيكون بالقرآن أو بالأحاديث النبوية. والأحاديث بتنقسم إلى أحاديث نبوية وأحاديث قدسية، يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظ الذكر، أي حفظ لنا القرآن الكريم وحفظ لنا أيضا السنة النبوية الشريفة. يا سلام. طب والأحاديث الكاذبة؟ ما أنا قلت لك قبل كده إن العلماء المسلمين هم اللي بيّنوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المشكوك في صحتها، مش علماء الغرب، لا، علماء المسلمين. بس حكاية إن البخاري والإمام مسلم جمعوا الأحاديث بعد 200 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حكاية برضو تخوف. تخوف مين؟ أنت مش شفت البخاري عمل إيه؟ وإزاي كان ممكن يسافر آلاف الكيلومترات علشان يتأكد من صحة حديث وياخده من أكتر من مصدر؟ بس أكيد الإمام مسلم لقى كتاب الإمام البخاري جاهز قدامه فاستفاد منه. هو طبعا استفاد منه، لكن ما نقلوش زي ما انت فاهم. اوعى تقولي انه كرر الرحلات بتاعه البخاري. مش قلتلك قبل كده ان انت ضعيف جدا في معرفتك بأئمة الحديث؟ طب قولي بقى عمل ايه الامام مسلم؟ بعد ما خرج مسلم من نيسابور اتجه لبغداد. قابل الإمام أحمد بن حنبل. مسلم ابن الحجاج. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بخير أهل نيسابور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل يا ولدي، تفضل تفضل، فأنا أتوق إلى رؤيتك. تفضل. هل تعرفني؟ لقد سمعت عنك الكثير. جئت أتعلم منك. يا سبحان الله، لقد ذهب العلم على رجليه إلى نيسابور، فكيف لم تشخص أمامه؟ تقصد البخاري؟ نعم. إني أحد تلاميذه، ولولاه ما خرجت من نيسابور. لما قصدتني؟ أنت قبلة العلم في عصرنا. أستغفر الله العظيم يا ولدي، أنسيت قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم؟ تفضل يا ولدي، تفضل بالجلوس. قل لي يا ولدي، في أي علم من علوم الدين تريد الاستزادة؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكن البخاري لم يترك لغيره أي مجال للعمل في هذا المضمار. لقد اطلعت على صحيحه، وأخبرني هو بنفسه عن عمله وسفره وتبويبه للصحيح، وأخبرني أيضا بأنه قد ترك أحاديث نبوية شريفة صحيحة، وآثر عدم ذكرها حتى لا يطيل على القارئ أو الحافظ. أتنوي جمع ما تركه البخاري من أحاديث صحيحة؟ ليس هذا فقط يا إمام، ولكني أنوي تأكيد ما فعله البخاري، حتى لا يأتي أحد في يوم من الأيام ويقول إن البخاري قد كتب في كتابه أحاديث غير صحيحة. أتسير على نهجه؟ نعم. وماذا لو كان أحد رواته قد مات؟ سأبحث عن شخصين في مكانين مختلفين بعيدين يكونان قد استمعا لهذا الحديث. هذا عمل شاق. قال لي البخاري نفس الجملة، إنه عمل شاق، ولكنه ممتع يا سيدي. إنني على استعداد تام لأن تتورم قدماي وتجوع بطني في سبيل التأكد من صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مسلم يا ولدي، إن إحياء السنة في كتاب هو إحياء للدين، فالدين ليس قرآنا فقط، ولكنه قرآن وسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فامضي على بركة الله، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم